Ces vols continueront jusqu'à ce que tous nos compatriotes qui sont encore en Tunisie et qui souhaitent rentrer au Mali regagnent leur pays. Donc nous sommes très heureux d'accueillir ce soir le premier groupe de nos compatriotes qui ont volontairement décidé de revenir chez eux en Côte d'Ivoire à la suite des événements malheureux qui ont eu lieu en Tunisie. المشهد نفسه يتكرر في أكثر من مطار إفريقي. أفواج من المهاجرين الأفارقة، جزء منهم كانوا متواجدين بشكل قانوني على الأراضي التونسية، يغادرون نحو بلدانهم بعد التصريحات العنصرية التي أطلقها قيس سعيد وحولها أنصاره إلى ممارسات متوحشة ضد المهاجرين الأفارقة في البلاد. تصريحات شوهت صورة تونس في الخارج، لكن ضريبتها على الداخل ستكون وخيمة أكثر. شركات إفريقية أعلنت مقاطعة واسعة للسلع التونسية، أكدها رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري. حجز البضائع التونسية في بعض الموانئ الإفريقية، إلغاء الطلبات وحتى العقود، حملة لمقاطعة المنتجات التونسية في بعض الدول الإفريقية، إعادة توجيه المرضى إلى جهات أخرى، عودة عشرات الطلاب إلى بلادهم رغم أنهم كانوا نظاميين، إلغاء رحلات العديد من رجال الأعمال من جنوب الصحراء، إلغاء بعثات ومعارض ومنتديات، قلق كبير لآلاف التونسيين الذين يعملون في جميع أنحاء إفريقيا. هذه هي النتائج التي جمعتها وحدة الأزمات لدينا من المشاغرين الاقتصاديين خلال عطلة نهاية الأسبوع. تونس التي تعيش على وقع أزمة اقتصادية خانقة مقبلة على أزمة أكبر بعد المقاطعة الإفريقية، والسبب تصريحات عنصرية لا مسؤولة تراجع عنها صاحبها بعد فوات الأوان.